بعد تأثره برصاصة في القلب أطلقها عليه جنود الاحتلال الإسرائيلي بمدينة البيرة بالضفة الغربية المحتلة، يرتقي خليل مصلد اليازوري وهو في عقده الثاني إلى مصاف الشهداء حسب ما أعلنت عنه وزارة الصحة الفلسطينية. مشهد العدوان الإسرائيلي لا يتوقف، بأكثر من 40 دورية معززة بالوحدات الخاصة اقتحمت الأربعاء مدينة جنين والمخيم من عدة محاور وحاصرت عدة مناطق حوله، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مسلحة بينها وبين المقاومين من أبناء المخيم، وبكل همجية وبشكل إرهابي أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي على المتظاهرين ليصيب به العديد من الفلسطينيين. من جنين إلى بلدة سلوان بالقدس المحتلة تهدم جرافات الاحتلال بناية سكنية بعد 18 عاماً على بنائها. البناية تعود لعائلة الرجبي، أفراد العائلة أخرجوا منها بالقوة، ورغم محاولة أهالي الحي منع عملية الهدم إلا أن القوات الإسرائيلية قمعتهم واعتدت عليهم بالضرب ما خلف أكثر من 20 إصابة. يبدو أن الكيان ماض في سياسته العدوانية الإرهابية غير آبه بالقوانين الدولية، لكن شباب فلسطين صامدون ولن تكسر المقاومة رغم آلة المحتل، لأن أرض فلسطين للفلسطينيين.